وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين بفيديو جديد ويا رب يعجبكم. احنا ان شاء الله النهارده هنعمل صينيه البيض بالسبانخ، هي حاجه جديده ان شاء الله ولطيفه ويا رب تعجبكم. وهنشوف يلا نشوف المقادير. انا هوت الحاجه اللي هنعمل بيها، انا جايبه فلفل اهوت الوان اخضر واصفر واحمر، وجايبه جبنه للوش انا هبشرها، وجايبه بصل بصلتين، والتوابل معانا هيت فلفل اسمر وده ملح وكمون وبابيكا واسمه ايه ده، دول الاثنين بالذات اللي بتلخبط فيهم. ادي الكركم وادي الكاري، كركم كاري. وانا جايبه اهوت 7 بيضات يعني على قدنا والواد بس، وجايبه طماطمتين، وادي هيت بقى السبانخ مقطعاهم زي ما انتم شايفينها كده. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا نشتغل. يلا احنا هنا اهوت نعمل البيض. انا هجيب طبق احط فيه البيضه الاول عشان ما تكونش في حاجه وحشه. بجد الاكلة دي جميلة ان شاء الله تعجبكم وهتعجب اولادكم. بالنسبة للسبانخ الاطفال كتير او ما بتاكلهاش، والخضروات انا اولادي من الناس اللي ما بتاكلش الخضروات وما بتاكلش السبانخ، فانا حابة ان انا احطها لهم في حاجة بيحبوها، ما بيحبوا البيض. فانت لما تعملي صينية البيض بالسبانخ وبالخضروات دي بجد هتبقى جميلة ان شاء الله تعجبكم. انا كده اهوت حطيت 7 بيضات هنضربهم بقى كويس قوي 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 قوي. انا هضرب البيض كويس وهرجع لكم تاني. انا اهوت انا جايبه جبنه، جايبه الجبنه ديت ب10 جنيه، الحته دي ب10 جنيه. هنبشرها بقى، دي هنحطها على وش الصينيه، الجبنه دي تبقى وش على وش الصينيه من فوق. ان شاء الله اكله تعجبكم تبقى حلوه باذن الله. احنا الحاجات دي كلها هنسويها قبل ما نحطها على البيض، يعني هنحط البصله والفلفل والحاجات دي نسويها بالتوابل كده، بعدين نحطها على البيض ونحطها في الصينيه. وهوريكم خطوه خطوه معايا. انا دلوقتي هبشر الجبنه وهرجع لكم تاني. انا هنا اهوت فشرت الجبنه اهو، عملتها بشرتها اهوت. واحنا دلوقتي هنتنقل للبوتاجاز وهنعمل نشوف نعمل بقى مع بعض ايه. واحنا هنا اهوت هنتبل بقى، هنخلي الحاجه تدبل معانا اللي احنا نحطها. انا هحط زيت، معلش الإضاءة عشان اللندة محروقة هنا. نحط بقى سمنة، نعملها بسمنة وزيت. البصلة البصلة بقى تدبل معانا شوية، هنروح حاطين عليها الفلفل. الحاجه اللي احنا عايزينها تدبل الاول هنا هنحط الحاجه الناشفه اللي بتدبل بصعوبه، يعني هنحط البصل اهو، وبعدين هنحط الفلفل، وبعدين هنحط الطماطم،
ونحط بعدين السبانخ ونروح حاطين عليهم بقى التوابل. نثبت دي شويه كده بس، بجد بجد ان شاء الله تعجبكم، جربوها اولادكم هتحبوها قوي. احنا هندخلها الفرن اساسا، حاجه جميله كده وحلوه وفيها كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها لاولادنا اللي هما ما بيحبوهاش. انا يعني عندي الاولاد ما بتحبش الفلفل خالص، الالوان ولا اي حاجه، ولا السبانخ. انا هنحطها لهم في وسط البيض هيحبوها ان شاء الله وهياكلوها. تكبر بقى معانا شويه البصله كده ونحطين عليها حبايه الحلو. احنا كده اهوت البصله بتبلت معانا شويه اهي، نحط بقى عليها الفلفل. عايزه فلفل حراق حطي، بس انا مش هحط في الاولاد. نستنى شوية على الفلفل وبعدين انا حط الطماطم. احنا بقى دلوقتي هنحط الطماطم. احنا دلوقتي هنتبل بقى الحاجة دي كده مع بعضينا وهحط عليها السبانخ. واحنا معانا الحاجة تبلت شوية اهيت، نحط عليها السبانخ. عايزة تزودي سبانخ زودي، بس اول مره تعملها لهم ما تزوديش، يعني ما تخليهاش باينه قوي لحد ما يحبوا الطريقه دي، وبعدين ابقي زودي بقى براحتك. احنا بقى دلوقتي هنحط التوابل زي ما قلت لكم، بابريكا اهي وملح وكمون وفلفل اسمر وكركم وكير. هنسيبها برضو تتبل معانا شوية، هنقلب فيها التوابل دي كده وبعدين هنسيبها تتبل شوية برضو. احنا بقى كده هنسيبها تتبل شوية وهنرجع لها تاني. وهي تبلت معانا اهي، بقت حلوه. وانا في حد من السعوديه يعني قال لي على المحسن، انتم ملاحظينها ما حطيتش محسن، في حد من السعوديه قال لي على المحسن اللي هو بيجيب زهايمر ومش حاجه كويسه يعني. لان انا اول ما شفت المحسن اساسا شفت واحد يعني حد قريبي، حد من دول من السعوديه، فهو سن يعني اول ما شفته يعني جه من السعوديه، فهي حد من السعوديه قال لي بيجيب زهايمر وكده ومش كويس عشان الاطفال وكده والكبار برضو. فانا ما حمرتش احط محسن ومنعته، منعت المحسن صراحه، ما بقتش احطه خالص. انا بس احطي بقى معلقه سكر بقى تدينا طعم كويس. وهي تبلت معانا بقت كويسه، هي لسه برضو هتخش الفرن. واحنا دلوقتي بقى هي دبلت اهيت، انا هقفل عليها وهنسيبها تبرد خالص، مش هنحطها على البيض غير لما تبقى بارده، مش هنحطها سخنه عشان البيض ما يستويش معانا لما نحطها. احنا هنحطها بارده
وهوريكم بقية الخطوات معي. وانا هنا اهوت حطيت البيض في طبق كبير عشان اعرف اقلب الحاجة على بعض، والحاجة بربت معانا اهي، مش قادرة اقول لكم بقى على ريحتها وجمالها عامل ايه. بس احنا هنحتاج ملح تاني، لو احتاجتوا ملح حطوا على حسب ما انتوا بتحبوا، ملح زيادة ملح قليل. انا هنحط الحاجة كده بقى على بعضها كده اهو، هنقلبها في البيض. انا زودت بيضتين تاني، حطيت بيضتين كده. حطي ملح، زود ملح عشان دلع. اللي بيفيها كده اهو، ريحتها جميلة. واحنا هنا هو حاطين، عملت صينية، انا عاملة صينية اهو، وجايبة حتة سمنة دهنيها. السمنة دي هتدينا طعم وريحة، لكن الزيت هنحط عليها زيت، الزيت مش هيخليها تلزق في الطاسة في الصينية. وانا مولعة الفرن، هنحطها في الفرن، انا مولعة الفرن. احنا ممكن نعملها، ممكن نعملها زي كده، وممكن نعملها اقراص في الطاسة على النار، يعني في الطاسة نعملها اقراص، وممكن نحطها كده في الصينية في الفرن. انا حبيت اعملها كده. وانا كده اهو خلصتها اهو، هنحطها في الفرن بقى. وانا زي ما قلت لكم، عايزين تعملوها اقراص اعملوها، عايزين تحطوها زي كده حطوها. وانا هحطها في الفرن وهشوف هتقعد قد ايه، هظبط لها الوقت شوف هتقعد قد ايه، وهنرجع تاني بعد ما تستوي ان شاء الله. بص انا في حاجة نسيتها قبل ما ندخلها الفرن، هنحط الجبنة. شايفة دول كفاية كده اهو، حطينا الجبنة، وبعدين بقى ادخلها الفرن وهرجع لكم تاني بعد ما تستوي ان شاء الله. وانا طلعتها من الفرن اهي، بصوا بس سخنه طبعا، مش هقطعها دلوقتي شويه وهقطعها واوريها لكم، بس انا حبيت اوري لكم هي طالعه من الفرن. هي شكلها جميل ولونها جميل وريحتها بقى، مش هقدر اقول لكم على ريحتها، بس هي باينه غامقه شويه في الكاميرا، بس هي افتح من كده بكتير. وانا هقطعها وارجع لكم تاني. وهنا بقى اهوت طلعها، هي بردت شويه، هنطلعها مع بعض. بردتش قوي، برد سخنه. بصوا انتوا فين اهو، استنى اظبط لكم الصوره. جميله طعمها، مش قادره اقول لكم بقى على جمالها. لسه برضه سخنه شويه اهو، طعمها بجد جميل. وانا هطلع بقى في الطبق وهرجع لكم تاني. بصوا القعر اهو، بصوا القعر، ولا لازق فيه ولا اي حاجه. زي ما انا قلت لكم، تحطوا السمنه وبعدين حبه زيت، تدهنوها زيت مش هتلزق ولا يكررها اي حاجه اهو.
احنا كده خلصنا اهوت. اقول لكم والله العظيم طعمها تحفه. بصوا تعالوا لكم حته اهو. طعمها جميل والحته تحفه. بقدونس كده اهو. بجد اولادنا هتحبه قوي ان شاء الله. وبالنسبه في حد كتب لي عن الكرشه، طب انتي ليه بتحطي الكرشه من غير ميه الاول مش بتسلقيها؟ علشان لما بتنزل ميتها وبتشربها بتبقى مسكره وطعمها حلو، بتديك طعم جميل وتستوي معاكي على طول. فانا ما رديتش ارد عليكي على التعليق، انا قلت هرد عليكي في الفيديو. ويا رب تكوني سامعاني. وهو احنا دلوقتي خلصنا اهو، والف هنا وشفا. وما تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.